عليكم حنيناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعاتها للنواعم لزينوشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب، وتكونوا فرحانين ونشطين وكلشي كلشي كلشي كلشي. اليوم ان شاء الله الفضلات ديالي غادي تشوفوا معايا وصفه رائعه جدا. اش غنقول لكم؟ وصفه بقوصة بمعنى الكلمه من معنى الغزالات ديالي، وكذلك البنات اللي متابعيني على قناه حموموشه تي في الخاصه بالبث المباشر غتكتبوها بالاحرف الفرنسيه حموموشه تي في، ففيها كذلك وصفات. كنحط لكم وصفات هنايا، وكنحط لكم وصفات مختلفه تماما على هذيك القناه، وكذلك كنعمل فيها بث مباشر كل ليله، وكنديروا معكم كذلك بعد الزوال، يعني تبرعوا لي الغزالات ديالي انا اللي قلتها لكم، استغلوني في الاسئله غادي نجاوبكم يا الغزالات. فاليوم غادي تشوفوا معايا وصفه رائعه جدا خاصه بالحنيكات، البنات اللي عندهم الوجه ديالهم يعني رقيق، فغنعطيكم وصفه زوينه والتوب ديال التوب، وصفه بقوصه، واحد الحاجه اللي فنه، وغتعطيكم نتائج في 3 ايام يا غزالات ديالي، يعني 3 ايام غادي تشوفي نتيجه ولا اروع. وعندها واحد الميزه كذلك، انه بامكانكم توضعوها هنايا في المكان ديال الهالات السوداء. بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكله الهالات السوداء المشاغبات اللي ما كينعسوش، طبعا حتى انا وليت مشاغبه الغزالات ديالي بحالكم، حتى انا مابقيتش كنعس يعني بالليل، وليت كندير المهم الطقيت ديال النعاس ديالي ولا مخربق مني كان هاد مني بدا الكونفينمون، وحتى مني سالا صافي تخربق لاني جالسه في الدار، فلان الخدمه الصراحه هي اللي كتقضي الغزالات ديالي الطقيت. فالله يسهل علينا وعليكم، الله يسهل على الجميع يا ربي يا ربي، قولوا امين يا الغزالات ديالي. فغتشوفوا معايا مكونات جد بسيطه، ولكن اش غنقول لكم النتيجه ولا اروع، لاني انا شخصيا جربت هاد الوصفه وزوينه زوينه بزاف. وقت ما شتي الوجه ديالك رقاق ليك ولا عندك شي تجعيده بانت ليك، استعملي هاد الوصفه، وبامكانكم توضعوها كذلك هنا للجبهه. البنات اللي عندهم دوك التجاعيد اللي كيكون بحال هكا، داك 111 وداك الشيء ودوك الشوانط وداك الشيء، كلشي كلشي غادي يمشي الغزالات ديالي. فخليكم معايا شوفوا معايا مكونات الوصفه. فهي الغزالات ديالي هاد الوصفه كتكون من 3 مكونات فقط، وبامكانكم تستغنيو على واحد المكون اللي غادي نوريه لكم. اول مكون معنا اللي كيعطينا نضاره للبشره، وكيجبدها لينا الغزالات ديالي، ما كيخليش فيها العيوب نهائيا نهائيا، ودائما انا كنطحنو وكيبقى عندي، لان كنستعملو للبشره كنستعملو للشعر، وكذلك كنستعملو في تبريمات الجسم اللي كنستعملوها في الحمام المغربي. وكذلك الميزه ديال هذا المكون وهاد الوصفه انها كتجمع لينا المسامات اللي كتكون واسعه، ومعايا متابعه وفيه اسمها ريهام دائما كتطلب مني وصفات للمسام اللي كتكون واسعه، فهاد الوصفه هذه راه كتليق لك يا الغزل، رغم انها خاصه بالخدود، وغادي تزيد لكم الخديدات ديالكم، فهي كتليق كذلك للمسامات الواسعه. اول مكون معنا اللي هو زرعت لك تان، هاد الكنز الرباني الاكثر من رائع. طبعا انا الغزالات ديالي كنطحنها وكتبقى عندي، طبعا ما كنحمصهاش، فزرعت لك تان اللي كنستعملها في وصفات التجميل ما كنحمصهاش نهائيا نهائيا، وكنطحنها وكتبقى عندي، راه ما كيوقع ليها والو والو الغزالات ديالي. وغادي نحتاج جوج ديال المكونات اخرين غتشوفوا معايا الان، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا هذه الوصفه وانا اطلسها على وجهي، وغتشوفوا لان كلشي على الطريقه يا الغزالات ديالي، لان بعض الوصفات واخا تاخذوهم مثلا وهكا، ولكن الى الطريقه ما صحيحاش فما غاديش يعطيكم نتيجه. لهذا كنتمنى انكم تكونوا معايا الفيديو للاخير، وتشوفوا معايا الطريقه وطريقه التطبيق على وجهي الغزالات ديالي. الحاجه الثانيه كما كتشوفوا معايا اللي هي الحلبه المطحونه، اجي هنا عندك تهربي، ما تقوليش حلبه ما حلبه، حلبه واحد الحاجه زوينه، والرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا لو كان عرفتوا الفوائد اللي في هذه الحلبه كراكم غادي تمنوا، يعني الوزن ديالها غادي تحطوه ذهب، شريتي كيلو حلبه تخلصي كيلو ذهب يا اختي، شفتي غيبقاي جلسي. فالحلبه كتصفي لنا البشره، والبنات اللي عندهم النمش والكلف هذه هي الدواء ديالكم يا الغزالات ديالي. طبعا غنعطيكم وصفه داخل وصفه، البنات اللي عندهم النمش والكلف غادي تستعملوا ملعقه من الحلبه مع ملعقه من اليوغورت الطبيعي، كتعطي نتائج ولا اروع. ومن الاسبوع الاول والتحدي ان الوجه ديالك غادي يصفى، وكذلك هذه الوصفه هذه بامكانكم تستعملوها لنفس الغرض، فهي رائعه جدا. والحلبه
هي الوصفه هي الغزالات ديالي. طبعا بامكانكم تخليوها واحد شويه لان فعلا راها كتشرب، والبنات اللي بغاو يغلطوا غير الحنيكات غادي توضعوها غير على الحنيكات. طبعا خصك تكوني مرولاكسيه وما تهضريش هكا. طبعا اكيد انا مع التصوير ديال البنات راني كن عرفتوا غادي نوضعها على وجهي ونرجع معكم، لان رجعت معكم يا الغزالات ديالي. طبعا تمكنت انني نوضعها لهاد البلاصه لان خاصك تكوني مرولاكسيه مع راسك يا الغزال ديالي. فانا وضعتها دابا لهنا وها هي شاطليه. من بعد التصوير ان شاء الله غادي نوضعها هنا وهنا كذلك وعلى الجبهه حسب الرغبه ديالكم يا الغزالات ديالي. ثم غادي تخليوها على الوجه ديالكم لمده نصف ساعه ولا ربع ساعه حسب الرغبه، ولكن ما تفوتيش نصف ساعه. ثم تغسلي بصابونه القمر. صابونه القمر راه كتصفي الوجه مزيان مزيان، والبنات اللي عندهم النيف ديالهم يعني غليظ شويه بلا ما ديري الحبيبه ديالي على النيف، لان فعلا غتشوفي كذلك نتيجه بعد ثلاثه ايام غتشوفي نيفك ما قولش لك. لهذا الغزال ديالو خليها غير على الحنيكات. وهذه غتعملوها لثلاثه ايام متتاليه الغزالات ديالي، او انكم تستعملوها نهاريا نهار لا، فهي زوينه والبنات اللي فيهم الكلف والنمش بامكانكم تستعملوها بشكل يومي. راها زوينه بزاف وكتعطي نتائج ولا اروع. البنات اللي عندهم البشره ديالهم ناشفه ضروري انكم بعد استعمال اي وصفه ترطبوا بزيت جوز الهند. طبعا انا غادي نضطر اني نرجعها لهنا باش نكمل معكم الفيديو. حياتي يا اختي الفولار واطلس على راحتي. رجعت معكم يا الغزالات ديالي، اش غادي نقول لكم؟ سبحان الله، عرفتوا هاد الحنيكه اللي وضعت عليها الوصفه مختلفه تماما على هاد الحنيكه الاخرى. من بعد ملي غادي تحيدوها غادي تغسلو بصابونه القمر. صابونه القمر غادي تلقاوها عندنا على القناه، فقط كتبي صابونه القمر ابداعات نهى للنواعم. عرفتي البنات واحد الرطوبيه ما شاء الله تبارك الرحمن، وكتحسي بلي الوجه ديالك سبحان الله صفى. عرفتي واحد لابو بحال ديال الاطفال. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا رائعه. ومن بعد هذا الفيديو اكيد من بعد ما نكمل الفيديو راه ما غاديش ندير واحد الحنيكه هي وحده، لا ضروري انني نديرها لكامل الوجه ديال الغزالات ديالي. وكذلك عندي النساء اللي العمر ديالهم 50 سنه 60 سنه كيكتبوها لي دائما في التعليقات. هذه الوصفه كذلك راها كتليق لكم لان فعلا نعطيكم نتائج ولا اروع. كنتمنى انكم ما تكزوش وتبغيو راسكم وتحبوا راسكم. الا ما حبيتي راسك ما كاينش اللي غادي يحبك. كدوزي قدام المرايه عطي بوسه لراسك وقولي انا جميله، انا هي الطوب ديال الطوب، وانا هي الزين ديال الزيونات. سمعتيني؟ ضروري ضروري انك دائما تعطي طاقه ايجابيه لنفسك، لان الا ما عطيتيش طاقه ايجابيه لنفسك ما كاينش الحبيبه ديالي اللي غادي يعطيها لك. والاغلبيه ديال الناس كيبغيو غير يهرسوا لك المجادف، ويمكن انك تكوني زوينه والطوب ديال الطوب وتلاقاي مع واحد الانسانه طبعا خليقه ديال الله، ما غاديش نقول خايبوعه ولا، لان ربي اللي خلقنا كلنا. ولا حبس لينا التصويره الغزالات ديالي. قلت لكم شي انسان كاين شي ناس سبحان الله كيكون عندهم شي نقص كيبغيو ينزلوا من الانسان اللي قدامهم، لان الخيوبيه ماشي هي الخيوبيه ديال الوجه، الخيوبيه هي الخيوبيه ديال القلب وديال الدماغ. يمكن انك تكوني بدر وايه ايه في الجمال، ولكن عقلك خاوي وقلبك مريض. لهذا فالانسان الا كان قلبه نقي وعقله نقي سبحان الله كينعكس على الوجه ديالو. ويمكن انك تكوني انسانه عاديه يعني بحالك بحال الناس، ما عندك حتى شي حاجه مميزه، ولكن سبحان الله ربي كينورك بداك النور اللي في عقلك وداك النور اللي كاين في القلب ديالك. لهذا دائما كنبغيكم تكونوا ايجابيات في حياتكم وتنقيو الحيط ديالكم كاع دوك الناس اللي كيبقاو كيهرسوا لكم المجادف، لا ما غاديش توصلي ولا ما غاديش ديري وشكون انتي بالسلامه وداك الشيء كله. قطعوا معاهم الوصل يا الغزالات ديالي وهنيو لي راسكم، لانكم غادي تعيشوا واحد الحياه. ربي ما قالش انا غنعيشوا 120 حياه، تعيشوا واحد الحياه، وهذه الحياه كلها عباره عن سفر عباره عن طريق. فالانسان ضروري انه يستمتع بهذاك السفر، لان السفر ماشي انك تعذبي راسك وتخبني راسك، لا استمتعي ليا مع راسك، لان الحياه قصيره مهما طالت فهي قصيره. كنتمنى يا رب ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. الى عندكم يا الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا اناميلكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. وضروري تحطوا لي لايكات يا الغزالات ديالي باش نعرف ان هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبكم. ما تنساونيش بجدعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.